بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السنة النبوية مصطلح تعلمه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك إلا مجاف لحضرته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان مصطلح السنة تعلموا الصحابة الكرام من النبي عليه الصلاة والسلام، فما معناه؟ السنة هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والحقيقة أن كلمة السنة مرادفة للحديث، لكلمة الحديث عند أكثر العلماء، يعني بتعبر عن ذات الموضوع اللي هو كلمة الحديث. لذلك أغلب العلماء كلمة السنة مرادفها الحديث، الحديث يعني السنة، وهكذا. ومن يدعي زورا وبهتانا أنه ما فيش حاجة اسمها سنة، أذكر وأذكر ما قاله أهل العلم، إن قلة البضاعة في العلم محنة، إن قلة البضاعة في العلم محنة، إن قلة البضاعة في العلم محنة. وأقول بل محنة كبرى، وبالذات لو تصدر أهلها أصحاب هذا الضعف الشديد في الثقافة والعلوم، لو تصدر هؤلاء الساحة بادعاء التنوير، والحق أنه تخريب للعقول وتشويش لا طائل من ورائه، إلا صرف الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالطعن فيها، ودي زي خطوة أولانية، وبعد كده ينطلقوا للطعن في القرآن الكريم، لأنه هو ده كان مسار وطريق كثير من أهل الاستشراق، إلا من رحم ربي. والحقيقة إن لفظ السنة، كلمة السنة، كانت معروفة جدا في زمن النبوة، وكان لفظ السنة
شائع جدا بين المجتمع النبوي، ومعروف جدا ومعلوم جدا في العهد النبوي الشريف ان كلمه سنه تعني جميع اقوال النبي عليه الصلاه والسلام وافعاله وتقريراته وكل ما هو معني بالصفات الخلقيه والخلقيه وسيره وغزواته كل شيء. فاذا اطلق هذا اللفظ، يعني لو حد من الصحابه قال سنه على طول مفهوم أو ينصرف اللفظ على طول في ذهن المتلقي إلى المعاني اللي احنا شرحناها دي سابقا. وإذا احنا تأملنا في نصوص المصدر الثاني للتشريع وهي السنة النبوية المطهرة، وجدنا إن كلمة سنة واردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحنقول مثال أمثلة على ذلك، وألسنة الصحابة كذلك. ولما نقول إن كلمة سنة واردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أول من خط المصطلح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة في اللغة الطريق، وفي الاصطلاح هي المعنى اللي احنا شرحناه، أفعال وأقوال النبي وإقرار النبي وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم وما ذكر في صفاته الخلقية والخلقية، ده المعنى العلمي الاصطلاحي. أول من علم المسلمين كلمة السنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المسلمين في رحلتهم العلمية منذ نزول الوحي الأول والقرآن، هو القرآن الكريم، والوحي الثاني وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم بيترسم لهم المنهج العلمي من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية المطهرة. نشوف مثل في قول النبي عليه الصلاة والسلام للتلاتة اللي راحوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألوا عن عبادة النبي. فالمهم يعني هنذكر على جهة الاختصار إن واحد منهم قال أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، يعني حصلي على طول من غير انقطاع، أقيم الليل على طول من غير أو دون انقطاع. وقال الثالث أو قال رجل آخر منهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، يعني طول عمري أبقى صايم، يعني يواصل الصيام كده يوم بعد يوم. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوه فرد عليهم لما جاء إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، لأنه هنشوف النبي بيصحح المسار، لأنه شريعة الإسلام هي الشريعة اللي كلها وسطية واعتدال. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التشدد ولا التشديد، يحب الوسطية، لأنه ده روح هذا الدين الحنيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، بصوم شوية وأفطر شوية، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء. اللي هيعمل غير الطريق ده، شوف النبي بيقول ايه، فمن رغب عن سنتي، يعني عن طريقتي، من رغب عن سنتي، عن هذا العلم وهذه التوجيهات اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قولية أو فعلية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. أهي كلمة سنة مذكورة بوضوح في كلام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان ما يقعدوش بقى يلعبوا يقول لك ده الحديث أصله الحديث ورد في كتير من مصادر الحديث، ورد في صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري عالم حديث جليل وسيرته جميلة جدا، يعني من أكتر طبعا إمام عظيم في الحديث، والسيرة بتاعة سيدنا الإمام البخاري عظيمة، تدرس للأطفال قبل الكبار لما فيها من العزم والهمة في طلب العلم والتفرغ في طلب العلم ورعاية الأهل للأبناء منذ نعومة أظفارهم، والانشغال التام، بعد تام عن كل ما يلهيه عن القضية اللي هو عايش لها، وهو إنه يتعلم ويعلم. وإن شاء الله يبقى لنا يعني قسط من الوقت نتكلم فيه عن الإمام البخاري وعن الجامع لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو بركة كبرى لمن تلمس وقرأ العلم في صحيح الإمام البخاري وفي غيره، ورضي الله عن الأئمة أجمعين. الحديث اللي احنا ذكرناه بتاع الثلاث أنفار
اللي راحوا وقالوا احنا مش هنصوم واحنا اللي احنا هنصوم على طول الليل، واحد منهم واللي قال انا لن اتزوج النساء، يعني هذه الصوره اللي فيها تشدد وتشديد ونبذها النبي عليه الصلاه والسلام وصحح لهم كيف يكون المسار. ورد في الكثير هذا الحديث في كثير من مصادر الحديث كصحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم والنسائي وغيرهم في العديد من المصادر الحديثية، يعني حديث منتشر مسموع به معروف جدا. والأحاديث في هذا المضمار أحاديث صحيحة كثيرة جدا اللي وارد فيها لفظ وكلمة السنة، جاية فيها كلمة السنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف مروية تانية عشان نشوف قد إيه السنة دي كانت بتضبط عمل المسلمين واعتقاد المسلمين. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، اللي يؤم الناس في الصلاة النبي بيوجه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، يعني كانوا مهرة كده في قراءة القرآن وعلى دراية به كبيرة، فيبقى فأعلمهم بالسنة، يعني يبقى معاه قراءة وإتقان القرآن وحفظ القرآن يكون مع السنة كذلك، يبقى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى نهاية الحديث. ده مش بس النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه إلى المصطلح الأول وبيعلمه وينقشه في نفوس وقلوب المسلمين، ده كمان بيتميز من تعلم القرآن وأتقنه وحفظه ويقرأه قراءة متينة إنه معاه كمان السنة، فيفضل غيره لما يكون معاه القرآن ومعاه علم السنة النبوية المطهرة. وبرضو الحديث ده أخرجه جمع غفير من الأئمة، عندك أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم كتير جدا نقلوا ورووا هذا الحديث إلينا. في كتير من هناك العديد من الأحاديث الصحيحة اللي بتؤكد أن كلمة السنة في العهد النبوي معلومة بمعناها الاصطلاحي الشرعي مش اللغوي فقط، بل وتعمق هذا المعنى في البناء المعرفي للصحابة الكرام بمعناه الاصطلاحي في العهد النبوي نفسه الشريف. كلهم عارفين لما تطلق كلمة السنة عايز يعرف سنة النبي في إقامة كذا أو في فعل كذا، معلوم أن هذا فعل رسول الله في هذه المسألة، معلوم عارفينها مش في جيل بس الصحابة ومن أو والأجيال اللي جاءت من بعدهم، وجاء عنهم الكثير من ذلك وورد الكثير من ذلك، مثل ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال، شوف تعبير سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن مسعود كان من كبار اللي بيؤخذ عنهم قراءة القرآن الكريم، فبيقول سيدنا عبد الله بن مسعود: من السنة، من السنة أن تخفي التشهد. المقصود إن أنا بقرأ التشهد في الصلاة، التشهد الأول أو التشهد الثاني، المقصود هو الإصرار بالتشهد وعدم الجهر به، يعني إن أنا ما بعليش صوتي وأنا أثناء قراءتي للتشهد سواء الأول أو الثاني، وحيفهم ده ضمناً إنه ما صوتي ما بيعليش بقراءة التشهد. ووضح لنا عبد الله بن مسعود إن ده من السنة. وبرضو عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة. يعني بيّن الصحابة الكرام رضي الله عنهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة كهذه التي يرويها سيدنا، وهي واضحة أحد الصحابة الكرام، وبيوضح ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها تعليما للأجيال اللي جاية بعد كده، وأداء للأمانة اللي عليهم، لأنه هم الجيل الأول اللي خالطوا النبي عليه الصلاة والسلام وتحملوا أمانة هذا العلم. وبعدين ما كان الله
سبحانه وتعالى ما كان الله تعالى ليحزن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته بأنها تضيع أو أنه يضيعها صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ده شيء مش معقول أبدا. فاللي بيقول ما فيش سنة وأنها ضيعت وأنها لم يعتنى بها كما كالعناية بالقرآن الكريم، ده كلام جهل وإساءة إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإساءة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حملت أمانة الوحي إلى الأجيال التي جاءت من بعده. نرجع لحديث سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه لما بيعلمنا اللي تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول السنة في الصلاة على الجنازة، يعني إن من عايز يقول يعني إيه لما يقول السنة في الصلاة على الجنازة، قال لك يعني إن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الميت، الجنازة هنا اسم للميت في النعش، فهو بيقول السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، يعني بنقرأ بسورة الفتحة سرا لا يجاهر بي، يعني ما يقرأهاش بصوت عالي القارئ عقب تكبيرة طبعا الإحرام الدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك بيكبر ثلاثا أي يعقبها بالتكبير ثلاث مرات، فيكون مجموع تكبيرات صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، وبعد كده التسليم عند الآخرة أي بعد أن يعني يسلم بعد التكبيرة الرابعة. العلم ده منين الصحابة جابوه رضي الله عنهم وأرضاه؟ من عند أنفسهم، يعني من عقولهم بنات أفكار الصحابة، ولا مما تعلموه من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة اللي كانوا بيقعدوا يراقبوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما كان يقول ويفعل، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عمر بيقول يعني كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، النبي يقول 100 مرة ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، قاعدين يعدوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة بيقول لا يقل عن 100 مرة هذا الدعاء. يعني شفتوا قد إيه التلقي للعلم للهدي النبوي، ما هو علم عظيم، قد إيه التركيز في حركة النبي وسكنات النبي عليه الصلاة والسلام، قد إيه الحرص على إنهم يشربوا من أنوار الهدي النبوي الشريف بكل ما أوتوا من قوة. أيمكن أن يضيع هؤلاء الكرام هذا الهدي الشريف؟ هل يقول مثل هذا الكلام إنسان نثق في عقله؟ لا والله، النماذج كتيرة بقى في نصوص كتيرة جدا متنوعة ومتعددة عن الصحابة استعملوا فيها كلمة السنة بمعناها للصلاح، وقلنا إنه تعمق هذا المفهوم، كلمة السنة النبوية تعمقت بمفهوم أكثر عمق. الإنسان بيحصل له زي ما البني آدم في حياته بيحصل له نوع من التطور الثقافي والعلمي، المجتمعات كمان بيحصل لها نفس الموضوع ده، بيبقى فيه ترقي وتطور، والجهل بمراحل التطور بيوقع في كثير من اللبس، عدم الاتصال بالعلوم والمعارف والمناهج العلمية لفهم الحقب التاريخية، العهد النبوي، عهد الخلفاء الراشدين، من جاء بعدهم، وتتبع الحركة العلمية والعلوم التي تفجرت على مائدة الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، الإنسان لو بعيد عن فهم ذلك كله لابد وأن يتخبط ولابد أن يضل ويضل، وهو يدري أو هو متعمد يصنع ذلك. لابد الإنسان يبقى استقراءه للتاريخ مش انتقائي، إنما يبقى فيه نظرة كلية شمولية عشان يبقى فيها إحاطة. إزاي ابتدوا الصحابة بيكتبوا، وإزاي فهموا إن دي سنة، وتعلموا منين مصطلح السنة، وبقوا يعبروا به بعد ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما عبر به لفظا واضحا في استعمالاته في أقواله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك والتابعين من بعدهم كلهم فهموا إن مصطلح السنة ده مصطلح يعني كذا وكذا وكذا كما أشرنا، وأصبحت الكلمة دي كلمة السنة عند الصحابة والتابعين قسيمة القرآن الكريم، لأنه بيها بنقدر نفهم
ما أجمل في القرآن، اللي جاء مختصر في القرآن، اللي ما جاش فيه تفصيل في القرآن الكريم، اللي محتاج فيه بيان، اللي محتاج فيه تأكيد. والسنة كذلك قامت بالتشريع بأمر الله سبحانه وتعالى واستمرت كده وستبقى إلى يوم الدين. ولازم الإنسان يبقى عنده زي ما بنقول منهج علم، وهو ده اللي احنا ماشيين بيه بنوع من التخفيف عشان يقدر يتابع معانا المشاهد الكريم ان المسألة متسلسلة بمنهج علمي رشيد، مش انه انسان بينتزع الكلمات من سياقها او العبارات من المقاطع الواردة فيها وينشئ ما يسميه تنويرا وهو تخريب، وبعدين يقول للناس اتبعوني فأنا بهذا العلم عليم، وهو بعيد كل البعد عن مناهج العلم الرشيدة في الفهم والبحث والنقد، لأن كل دي وسائل علمية للباحث لازم يدرسها عشان يقدر إنه يتعامل بيها التعامل العلمي الرشيد مع سائر النصوص، سواء نصوص الوحي الشريف أو أي نص علمي هو بيمارس عليه عملية البحث بكل أدواتها ومضامينها، من محاولة أن أفهم المعاني أو أن أنا أبحث فيها فأوصل إلى أقصى ما يمكن أن أنا أصل فيه، أو في مسألة على العملية النقدية لهذا النص، سواء أنت عايز تفهم سلسلة السند، مين اللي روى الحديث، فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإزاي الجيل الأول ده وضع علوم لضبط سلسلة السند، وضع علوم لقبول المتن اللي هو نص الحديث نفسه، علوم كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وكل العلوم دي تطورت والله حارس لها والله حافظ للوحي الشريف. ما يمكنش انه تضيع السنة، ده شيء مش منطقي ويتجافى مع أوامر القرآن الكريم. نحن نأخذ بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ونترك ما نهانا أن نقترب منه، كيف لنا أن نعرف ذلك دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإحنا ابتدينا وإحنا في الرحلة دي التي شاء الله أن إحنا نمضي فيها، إنه نبتدي بالمصطلح زي ما أهل العلم علمونا، أي منهج علمي أي طريق بتبتدي لازم تبتدي بالمصطلح، فتشرح معنى المصطلح وتوضح يعني إيه كلمة سنة أصلا، وبعد كده نمشي مع رحلة إزاي كان في توثيق وتدوين ومراحل التوثيق والتدوين، وكانت اسمها ايه في كل مرحلة من المراحل اللي مر بيها هذا التوثيق الدقيق والحثيث. شفنا مدرسة الصحابة ازاي كانوا في دقة وحرص واهتمام بكل ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل، فأكيد ورثوا وعلموا من جاء بعدهم من الأجيال كيف يكون الاهتمام بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ليه الصحابة هيعلموا التابعين بعدهم والأجيال؟ لأنه علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة مصادر التشريع بأنها القرآن الكريم والسنة المطهرة، فكما يعني أوحى الله تعالى إليه القرآن الكريم فقد أوحى كذلك إليه السنة المشرفة، كما هو واضح وجلي وبين في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب، القرآن يعني، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. صدقت يا رسول الله، صدقت يا سيدي يا رسول الله، وصلى الله عليك وسلم في كل وقت وحين، وكذب المدعون وخسر.